طيب احنا الاغنيه اللي احنا عندنا معانا اغنيه طبعا لام كلثوم، بس احنا من عادتنا انا والشباب احنا دول بنطلق عليهم الاشقيه لانهم اشقيه جدا زي ما انت شايفه. فدايما مفيش اغنيه فعليا بنعملها بنخليها على حالها يعني. ده طبعا مش يعني مش هقدر اقول ان هو تعديل على الملحنين او الموسيقيين او المطربين اللي قدام، ولكن بنضيف جزء من شخصيتنا في الاغنيه. فهنقدم لكم دلوقتي اغنيه فكروني بستايل الاشقاء. انتوا عملتوا اعاده توزيع واعاده اخراج للاغنيه، نفس الميلودي هو لا طبعا اللحن واحد، بس انتوا عملتوا توزيع. بالظبط. احنا حبينا نضيف ليه بس يعني صوره من صورنا او شكل من شكلنا او صوت من اصواتنا، يعني ده اللي حاولنا ان احنا نقربه لينا كمان اكتر. طيب لازم نفتكر ان الاغاني دي اتعملت يمكن في الستينات، مش عارفه تاريخ الاغنيه دي، بس هي شكلها كده الستينات. هي اكيد الستينات لانه اول مره ام كلثوم وعبد الوهاب يتعاونوا كان في بدايه الستينات، فاكيد هي في الستينات. فبعد من ستين سنه بقى لحد دلوقتي 2020 يعني داخلين في حوالي 60 سنه تاني. عقود يا رب تعجبكم.